تسجيل سنة 2022 أكثر من 1148 مليار دينار جزائري كمبلغ إجمالي للحقوق والرسوم الجمركية المحصرة. سجلنا خلال سنة 2022 أكثر من 520 طن من المواد المدعمة التي تم حجزها من طرف مصالح الجمارك، على غرار السموم الذي يحاول المهربون إدخالها إلى التراب الوطني، حيث من بين هذه المحجوزات المحققة تم تسجيل أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج، وأكثر من 4,885,000 وحدة من الأقراص المهلوسة.